Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta dengan nomor tampil 26, Ihda Mabruka, akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 51 halaman 295. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال